السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله النهاردة نتكلم عن المحاضرة رقم 6 اللي فيها نبدأ نتكلم عن الكيناتكس بصورة تانية، اللي هي هتبقى الورك والإنرجي. يبقى الشط رقم 3، محاضرة رقم 6 بتتكلم عن الكيناتكس في بارتكل، يعني كيناميتا الجزيئات. وهناخد الموضوع النهاردة من وجهة نظر الشغل والطاقة. احنا كلمنا المرة اللي فاتت ان قانون نيوتن التاني هو الاساس في شغلنا كله، مجموع الفورس اللي بتأثر على الجسم يحاصل ضرب الماس في الاكسلريشن. ممكن اخد انا الاكسلريشن دي وافكها باكتر من صورة، احدى هذه الصور توصلني لمبدأ الشغل والطاقة. مبدئيا تعريف الشغل، لو انا عايز اعرف الشغل، لو قلت لحضرتك ان انا عندي جسيم بيتحرك من النقطة من النقطة A للنقطة A داش، والـ A ده هبدأ أنسب مكانه، هجيب البوزيشن بتاع الـ A ده بالنسبة لـ A للأرجن أو نقطة ثابتة. فهيبقى البوزيشن فيكتور متجه الموضع اللي بيحدد موضع النقطة A هيبقى هو الـ R. طيب لو الجسم ده اتحرك من النقطة A إلى النقطة A داش، فهيبقى البوزيشن فيكتور بتاعي الجديد هو الـ R بلس دلتا R، مقدار التغير في الـ A في الديسبليسمنت اللي الجسم عمل هيبقى الـ DR. دي هي قيمة الإزاحة اللي عملها الجسم من الـ A إلى الـ A داش. جميل جدا، ده بإيه؟ بشكل مباشر. طب لو أنا عايز أجيب قيمة الشغل المبذول نتيجة حركة الجسيم ده من الـ A إلى الـ A داش تحت تأثير هذه القوة، تقول لي والله يبقى هو الدوت برودكت أو السكيلر برودكت، الضرب القياسي لحاصل ضرب الفورس في الديسبليسمنت. جميل، بفرض ان الفورس دي بتعمل مع الديسبليسمنت دي ار انجل هي الفا، فتقول لي والله هقدر اجيب الشغل عن طريق الضرب القياسي لحاصل ضرب الفورس في الديسبليسمنت او في الازاحه. طيب ده اذا كنت شغال في الصوره بتاعه الريكتلينير. طب لو شغال كيرفلينير، لو الجسم اتحرك على منحنى، بدا حركته من الاي 1 وتحرك على الكيرف لحد ما يوصل عند الاي 2. طبعا لو انا اعتبرت ان المنحنى بدايته او الانيشال بوزيشن او المكان اللي هجيب منه ازاحاتي دايما هي الاو، هو الاو هو الارجن، يعني اللي هقيس منه دايما الديسبليسمنت اس او الازاحه اللي عملها الجسم او المسافه اللي اتحركها الجسم على الكيرف، فيبقى تقول لي والله الاي 1 دي كانت عند ديسبليسمنت اس 1 والاي 2 دي كانت على ديسبليسمنت اس 2. فلو حابب اجيب مقدار التغير في الايه في الازاحه، فهاخد element او شريحه من المسافه اللي اتحركها الجسم دي هسميها دي اس. جميل جدا، يبقى ده جزء من الايه او دي element من الازاحه للجسم اتحرك. طيب اذا الفورس دي بتعمل مع التانجنت او مع المماس انجل الفا، عايز اجيب الشغل المبذول نتيجه حركه هذا الجسيم تحت تاثير هذه القوه، فزي ما اتفقنا هو الدوت برودكت او السكيلر برودكت لحاصل ضرب القوه في الازاحه. طيب يبقى لو شغال F dot DR أو F dot DS أو دلتا أو دلتا S، ده لو شغال ريكتلينير أو كيرفلينير. جميل جدا، في الضرب القياسي ساعتك لو تفتكر بقول النورم الأولاني معيار الأول، في معيار الثاني، في كوزاين الأنجل اللي بينهم، يبقى معيار القوة اللي هي الـ F، معيار الـ DR اللي هي الإزاحة للجسم تهي يتحركها في اتجاه القوة، في كوزاين الأنجل اللي بينهم، سواء كنت شغال DR أو دي اس. طب ده الدي يو مقدار الشغل اللي بوزل على الدي اس او على الدي ار، على الجزء ده من الايه من الازاحه. طب لو عايز اجيب الشغل الكلي على الازاحه الكليه، يبقى تقول لي هعمل انتجريشن على الايه على الدي ار على اي او على الدي اس من الار 1 لار 2 او من الاس 1 لاس 2 حسب شكل المساله. جميل جدا، يبقى الشغل هو الانتجريشن من ار 1 لار 2 لاف كوزاين الفا دي ار. اذا كانت الاف والالفا قيم ثابته تخرج بره الاني الانتجريشن، ويبقى هنا دلتا ار اللي هي ار 2 ناقص الار 1. بنفس الطريقه اقدر اجيب الشغل في الايه في الحاله دي. وبالتالي ملخص الجزء اللي فات ده، تقول لي والله الشغل تعريفه هو حاصل ضرب الفورس في الديسبليسمنت. جميل جدا، عندي اربع حالات ممكن ساعتك تشوفهم جوه المسائل. الحاله الاولانيه ان تكون القوه المؤثره على الجسم هي قوه ثابته كونستنت وسكيلر، يعني في صورة قياسية، يعني قول لسعادتك مثلا الفورس دي بتساوي 5 نيوتن، دي سكيلر والفورس دي ثابتة ما بتتغيرش، يبقى إذن الشغل هو حاصل ضرب القوة في الإزاحة بشكل مباشر، بشرط إن تكون الإس هي الإزاحة الموازية لهذه القوة. طيب إذا كانت الفورس دي هي 5 إس سكوير والإس هنا هي الديسبليسمنت أو الإزاحة اللي الجسم عملها، تقول لي والله هنا في الحالة دي يبقى الفورس فاريبل في إس، بتتغير بتغير الإزاحة،
وبالتالي هضطر عشان اجيب الشغل في الحاله دي اذا كانت ايه variable scalar force، تقولي في الحاله دي يبقى الشغل هو الانتجريشن للاف في الدي اس. يبقى امتى هعمل انتجريشن في المسائل بتاعتي؟ تقولي اذا كانت الفورس variable. طيب اذا كانت بقى الكيس رقم 3، اذا كانت الفورس كونستانت ثابته لكنها في صوره ايه فيكتور فور، في صوره متجه، زي مثلا ما اقول لسعادتك اذا كانت الفورس اف هي 5i 6j 7k، دي سكيلر سوري دي فيكتور، والكونستانت ثابته 6 5 7 دي قيم ثابته. تقول لي في الحاله دي لان القوه ثابته يبقى هضرب على طول في الازاحه. طيب هنا هشتغل سكيلر ولا فيكتور؟ تقول لي هشتغل فيكتور. يبقى تقول لي في الحاله دي الاف ضد الار يديني الشغل اللي اتبذل، يبقى تقول لي هضرب ضرب قياسي متجه القوه في مين؟ في متجه الازاحه اللي هي الار. طب بفرض بقى ان الفورس اللي في صوره فيكتور دي اتحولت بقت فاريبل فورس، اذا كي اذا الفورس كانت 5x والاكس ده الازاحه بتاعت الاكس، 6y 7z، فاصبح هنا الفورس فيكتور لكنها في صوره ايه فاريبل فورس. تقول لي في الحاله دي اذا كانت الفورس فاريبل قاعده لازم اعمل انتجريشن، يبقى هعمل انتجريشن لاف واخد جزء من الازاحه للجسم اتحركه واسميها دي ار. يبقى دول الاربع صور للايه للشغل اللي سعادتك ممكن تستنتجه، فانا هصنفهم اذا كانت الفورس ثابته او متغيره. ثابته هضرب في الازاحه، متغيره هعمل انتجريشن. طب ممكن تبقى ثابته وسكيلر او ثابته وفيكتور، يبقى تقول لي لو ثابته وسكيلر هضرب على طول، فيكتور يبقى هشتغل ضرب قياسي، وهكذا. طيب دول الحالات الاربعه اللي سعادتك ممكن تشوفهم جوه المثال. طيب ايه هي الفورسز بقى اللي سعادتك ممكن تشوفها او الشغل اللي ممكن ينتج عن قوة شكلها ايه؟ تقول لي اول فورس ممكن تقابلني هو وزن الجسم. عندي جسم بيتحرك بين نقطتين من الـ A1 الى A2. ساعتك ببساطة شديدة جبت كرة، كرة دي شطها بقوة، الكرة دي اتحركت في الـ A، في زي فكرة المخزوفات بالظبط، زي فكرة المخزوفات، جسم يتحدث بإنيشال فلوسي فتحرك من الـ A1 لـ A2. طيب أثناء حركته في الهواء، يعني كانت في المخزوفات، ايه الفورس الوحيدة المؤثرة على الجسم أثناء حركته؟ تقول لي هو الوزن. فانا عايز احسب الشغل المبذول نتيجه حركه الجسم ده تحت تاثير وزنه من الـ A1 الى الـ A2. فتقول لي ببساطه شديده الشغل هو حاصل ضرب القوه في الازاحه الموازي. طيب القوه المؤثره على الجسم هنا هي الوزن. طب الازاحه الموازيه للوزن، تقول لي الجسم اتحرك من A1 لـ A2، عند الـ A1 كانت ازاحته Y1 طبعا من الارض، من خط الارض او من الديتون، عند النقطة التانية كانت ايه ازاحته كام؟ Y2. يبقى تقول لي التغير في الازاحة بين النقطتين دول هيبقى Y2 ناقص Y1. جميل جدا، يبقى الشغل هو حاصل ضرب القوة اللي هي الوزن في التغير في الارتفاع اللي هو هيكون مين؟ دلتا واي، Y2 ناقص Y1. جميل جدا. هل الشغل دائما اشارته موجبة ولا بتتغير؟ تقول لي والله حسب الاتجاه بتاع القوة والإزاحة. فإذا كان القوة والإزاحة في نفس الاتجاه يبقى الشغل موجب، إذا كانت القوة والإزاحة عكس بعض يبقى الشغل بالسالب. فلو بصين هنا على المثال ده، لو الجسم اتحرك من الـ A1 إلى الـ A2، هنا اتحرك لفين؟ لأعلى. ساعتك شط الكرة طلعت لفوق، طيب يبقى الإزاحة هنا upward لأعلى، الوزن بيأثر فين؟ لأسفل. يبقى هنا الدايركشنز مختلفة، وبالتالي إذا كان الجسم بيتحرك لأعلى يبقى الشغل بإشارة نيجاتيف سالبة. طيب الكرة وصلت عند الـ A2 وبدأت تنزل مرة تانية، أو الجسيم ده بدأ ينزل زي المخزوفات، وصل للماكسيموم هايت ورجع ينزل مرة تانية، وهو نازل إزاحته لأسفل ووزنه لأسفل، يعني الاتنين في نفس الاتجاه، يبقى إذا كان الشغل أو إذا كانت الحركة إلى أسفل لا، يبقى معنى كده إن الشغل هنا بإشارة بوزيتيف، بإشارة موجبة. جميل، يبقى سعادتك كل اللي هتعرفه ان الشغل نتيجة الوزن هو حاصل ضرب الوزن في التغير في الارتفاع، موجب لو الجسم نازل، سالب لو الجسم طالع. دي اول فورس سعادتك ممكن تقابلها في المسائل اللي عندي. طيب ايه تاني ممكن يأثر واجيب الشغل الناتج عنه؟ الالاستيك فورس او السبرينج. لو انا عندي سوستة ببساطة شديدة، لو انا عندي سوستة، السوستة دي وصلتها بجسيم او بلوك، وشديت انا البلوك ده بقوه كده اللي لبره، فالطبيعي ان انا لما اشد الجسم ده لبره يحصل ايه للسوسته دي؟ يحصل لها ستريتشنج، يحصل لها استطاله. طيب
يحصل لها استطالة وبس كده، لا ده يتولد جواها internal force عايزة ترجع السوستة دي لوضعها الأصلي لكل فعل رد فعل، وبالتالي هيتولد internal force جوه السبرينج عايزة ترجع الجسم لوضعه. أنا عايز أحسب هنا الشغل الناتج عن هذه الفورس. جميل جدا، لو أنا فرضت إن السبرينج ده اتولد جواه internal force هي الاف، magnitude of A of the force هو الاف، والجسم ده اتحرك من البوزيشن الأولاني أهو من الـ A node اتحرك لمين؟ لـ A1، ثم من الـ A1 اتحرك مرة تانية لمين؟ لـ A2. يبقى السوستة شدتها من وضعها الأصلي من الـ A node وديتها لـ A1، بعد كده من الـ A1 وديتها مرة تانية لـ A2. من فضلك عايز أحسب الشغل اللي اتبذل نتيجة هذه الحركة. تقولي والله أولا في حاجة فيزيائية مهمة جدا اسمها الستفنس أو السبرينج كونستنت. نتيجة إن سعادتك شديت السوستة دي بقوة، فالطبيعي إن لكل فعل رد فعل، فالطبيعي هيتولد internal force جوه السوستة دي. الانترنال فورس اللي هتظهر جوه السوستة دي بتساوي الفورس دي هتساوي الاف هتساوي K في الاكس. مين الكي ده؟ ده الستيفنس او السبرينج كونستانت، ده مدى مقاومة السوستة للشد او الانضغاط اللي احنا بنسميه الستيفنس. في بعض المسائل في الفيزيكس حتى بنسميها السبرينج كونستانت، ثابت السوستة. يعني ايه كي ده فيزيائيا؟ يعني ايه؟ وحتى لو بصيت على تعريفه، الكي السبرينج كونستانت او الستيفنس ده هو الفورس مقسوم على الديسبلاسمنت اللي حصلت. ببساطة شديدة لو انا اديت ساعتك مثال بسيط، لو انا جبت سوستتين قد بعض في الطول بس بماتيريال مختلفة، حديد ونحاس او بلاستيك، والسوستتين دول ضغطتهم بنفس الفورس، يبقى انا اثرت على السوستتين دول بنفس القوة. السوستة الاولانية انضغطت 5 ملم، يبقى 5 ملم نتيجة ان انا اثرت بفورس قيمتها 100 نيوتن. السوستة الثانية انضغطت 10 ملم، يبقى مين في السوستتين دول اقوى من الثانية؟ تقول لي السوستة اللي انضغطت 5 ملم دي اقوى من اللي انضغطت 10 ملم، وبالتالي الاستفنس بتاع السوستة الاولانية اعلى من الاستفنس بتاع السوستة الثانية. يبقى هنا تعريف الاستفنس او السبرينج كونستانت هو قيمة القوة اللي تعمل استطالة او انضغاط او ديفورميشن قيمتها اكس، الوحدة قيمتها واحد. يبقى انا لو عايز اضغط السوستة دي 1 سنتيمتر محتاج قوة قد ايه؟ محتاج 500 نيوتن ولا 600 نيوتن؟ هنا اللي بيحدد قوة السوستة. فطبعا اللي محتاجة 600 الاستفنس بتاعها اعلى، دي محتاجة 600 نيوتن عشان تنضغط 1 سنتيمتر، وهكذا. وبالتالي الانترنال فورس اللي جوه السوستة دي دائما وابدا هتساوي الكي ثابت السوستة اللي بيعتمد طبعا على عوامل كثيرة جدا منها الماتيريال نفسها وقيمة الاستطالة او الانضغاط اللي حصل في السوستة دي. جميل، لو انا عايز احسب الشغل او يبقى ده تعريف الكي، وادي وحداته نيوتن على المتر او كيلو نيوتن على المتر بير متر اذا كنت شغال بالاس اي سيستم. طيب لو انا عايز احسب بقى الشغل اللي اتبذل من النقطه الاولى اللي هو اي واحد للنقطه الثانيه اي 2، عايز احسب الشغل اللي اتبذل، تقول لي هنا السؤال، هل الفورس اللي بتاثر جوه السوست ثابته ولا متغيره؟ تقول لي دي بتساوي كي في اكس، دي فاريبل في اكس، يبقى دي فاريبل فورس. جميل، يبقى معنى كده ان انا هضطر اعمل انتجريشن. طب من النقطة الأولى للنقطة الثانية عملت إزاحة قد إيه؟ تقول لي عند النقطة الأولى الإزاحة كانت إكس واحد، عند النقطة الثانية الإزاحة كانت إكس اتنين. الإزاحة منين؟ من الـ initial position، من الوضع الأصلي أو الـ undeformed position بتاع السوست، من الوضع اللي عند السوست ما فيهاش أي استطالة أو الانضغاط. جميل، يبقى هعمل الـ integration بتاعي من إكس واحد لإكس اتنين. جميل الكلام. طيب الـ F دي إكس، اروح اشيل الاف وعوض بقيمتها اللي هو كي في اكس، يبقى كي في اكس دي اكس، وهعمل انتجريشن من اكس واحد اكس اتنين. السؤال بقى المهم هنا جدا جدا جدا، السؤال بقى هنا، الشغل بتاع الانترنال فورس دي بتاع السوستة دي موجب
ولا سالب؟ وخلي بالك من الإشارات، وخلي بالك من الإشارات. شغل السوست هنا positive ولا negative؟ تقول لي هسأل نفسي سؤال بسيط جدا، القوة اللي جوه السوست دي مع الإزاحة ولا عكس الإزاحة؟ تقول لي أنت اتحركت من فين لفين؟ من إيه واحد؟ اتحركت من إيه واحد لإيه اتنين، يعني اتحركت كده ترايت. طب والقوة اللي جوه السوستة فين؟ تلفت، بتقاوم، عايزة ترجعك. عايزة ترجعك بتقاوم، يبقى ده معناه إن السوستة دي عكس، أو القوة اللي جوه السوستة دي عكس اتجاه الإزاحة، يبقى إذن الشغل بتاعها بإشارة سالبة. قاعدة، أي قوة مقاومة دائما وأبدا شغلها بإشارة سالبة. جميل الكلام، يبقى أخرج الإشارة السالبة دي بره، الكي لأنه ثابت هخرجه بره، يبقى إذن هيبقى عندي x دي x، هعوض طبعا هكامل x سكوير على الاتنين وعوض بحدين التكامل، يطلع لي إن الشغل هو سالب نص half k x 2 تربيع ناقص half k x 1 تربيع. وخلي بالك من الترتيبة عشان أنا ممكن أكون عامل حاجة غير الكتاب، خلي بال سعادتك من الحاجات دي، x 2 تربيع ناقص ال x 1 تربيع. طبعا ممكن أخرج half k نص k دي بره كمان بره، فيبقى عندي x 2 تربيع ناقص x 1 تربيع. يبقى ده القانون الجديد اللي هحفظه. يبقى تاني قوة غير الوزن طبعا، تاني قوة بتأثر عندي هي الإلاستيك فورس أو السبرينج، الإنترنال فورس بتاعت السبرينج. الشغل السوستة هيبقى سالب نص k في x 2 تربيع ناقص x 1 تربيع. طيب بفرض إن السوستة دي لما بدأت أشدها، بدأت أشدها من الانيشال بوزيشن بتاعها من هنا، يعني حركتها من الـ A1 لمين؟ لـ A2 على طول، سوري، من الـ A نود للـ A2 على طول. معنى كده لما أنا بدأت أشد فيها كان فيها أي استطالة أو أي انضغاط؟ تقولي لأ. يبقى تقولي في الحالة دي لو السوست بدأت حركتها بدون أي استطالة أو انضغاط، يبقى الـ X1 دي هتكون بكام؟ هتكون بزيرو. وبالتالي لو الـ X1 دي بصفر، يبقى الشغل هيطلع سالب نص K X2 سكوير. طيب هنشوف الحتة دي في المسائل، لأن الحتة دي مهمة جدا. احنا قلنا قاعدة هو، أي قوة مقاومة شغلها دائما بالسالب، لكن أي applied force بتأثر على الجسم وبتحركه دي دائما شغلها بإشارة موجبة. الوزن لو طالع سالب، لو نازل موجب. جميل جدا. طيب دي كده القوة اللي سعادتك ممكن تشوفها. نرجع تاني للمحاضرة اللي فاتت، لو أنا عايز استنتج relation تربط الشغل اللي أنا بقى بحسبه ده بالإنرجي، تقولي زي ما قلنا من شوية، لو عندي جسيم بتحرك كتلته M، أثرت عليه بفورس F معي كده، وطبقا للسكند لو اوف نيوتن أقدر أقول إن المركبة المماسية للفورس اللي بتأثر في إيه، في اتجاه الإيه، المماس والعجلة اللي عندي في اتجاه المماس، يبقى الـ FT بيساوي الـ M في الـ AT، مجموع القوى المؤثرة في اتجاه المماس هي حاصل ضرب الماس في الأكسلريشن. السلايد الأولانية خالص لما رسمنا كيرف وجسم بيتحرك على هذا الكيرف، وعايز أجيب الشغل اللي اتحسب من S1 لS2. جميل، يبقى الـ FT أو الـ FT هتساوي الـ M في الـ AT، الـ Tangential Acceleration أو العجلة بشكل عام، ممكن تتفك V dV على DX أو DS، لأن إحنا قلنا هنا الإزاحة أو Displacement أو المسافة اللي اتحركها الجسم هنا هي الـ S. جميل، هفصل متغيرات، هودي الـ S دي مع الـ F، وهعمل انتجريشن للطرفين. تقول لي هنا اعمل انتجريشن من S1 لS2، هنا الانتجريشن من V1 لV2. تقول لي والله حاصل ضرب القوة في الإزاحة الموازية، لأن دي قوة مماسية، وطبعا الS هيبقى في اتجاه دائما للمماس، وبالتالي ده بيمثل مين حضرتك؟ ده بيمثل الشغل، الشغل اللي اتبذل من S1 لS2، يبقى الشغل اللي اتبذل من النقطة الأولى للنقطة الثانية. جميل، هخرج الام دي بره، بره الانتجريشن، ال في دي في انتجريشن هتبقى في سكوير على الاثنين، هعوض بحدين التكامل، يبقى ال في 2 تربيع ناقص ال في 1 تربيع. مين الترم ده؟ هاف ام في سكوير، ده مين ده؟ ده الكاينتيك انرجي، ده طاقة الحركة. وبالتالي اقدر استنتج قانون اهو في النهاية بيقول ان الشغل المبذول بين اي نقطتين من 1 الى 2 هو فرق الكاينتيك انرجي ما بينهم، يبقى ال تي 2 ناقص الـ T1. يبقى المقصود هنا بالتي مش تنشن، المقصود هنا بالتي هو الكاينتيك انرجي او طاقة الحركة. برضو قانون مهم جدا هخلي بالي لان هستخدمه كتير جدا. يبقى احنا قلنا هنا ثلاث قوانين او ثلاث علاقات من ساعة ما بدأنا، غير تعريف الشغل، احنا قلنا الشغل هو حاصل ضرب القوة في الإزاحة،
بشرط ان يكون القوى الازاحه في نفس الاتجاه معايا. بعد كده اخذنا نوعين من القوى المؤثره على الجسم، وزن الجسم، وده شغلها هيبقى الوزن في دلتا واي، لو الجسم طالع بالسالب لو نازل بالموجب، الانترنال فورس اللي جوه السبرينج او الالاستيك فورس، وهيبقى نص كي اكس 2 تربيع ناقص اكس 1 تربيع، الكل ده باشاره سالبه لان ده ايه دائما قوه مقاومه الا لو كانت العكس. والقانون الثالث اللي هو الشغل المبذول بين هي نقطتين بيساوي الفرق الكاينتيك انرجي اللي بينهم، فرق طاقه الحركه اللي ما بينهم. جميل، تعال نشوف بقى الريليشنز دي ممكن نستخدمها ازاي. المثال رقم واحد بيقول لي سعادتك ايه، بيقول لي variable force، عندي قوة متغيرة، الفورس دي هي 2yi زائد xyj. اول حاجة تلفت نظري i و j، يبقى دي متجه، و variable force متغيرة، يبقى هضطر اعمل integration لقوة ايه في صورة متجه. جميل، الفورس دي بتأثر على particle، بتأثر على جسيم، من فضلك في find the work done، احسب الشغل المبذول بالفورس دي عشان الجسم ده يتحرك from the origin، من الأرجن اللي هي نقطة صفر وصفر، يتحرك من نقطة صفر وصفر يروح للنقطة P اللي هي 4 و2 على البرابولا اللي معادلتها X equal Y square. جميل جدا، تقولي والله من ضمن القوانين اللي انتوا قايل عليها ان الشغل هو التكامل لF dr، اشمعنى استخدمت العلاقة دي من الأربعة اللي احنا قلناهم في السلايد الأولانية أو التانية؟ لان هنا القوة متغيرة وفي صورة متجه. طيب الفورس هيبقى 2yi زائد xyj اللي انت مديهاني دي جيفن. طب والدي ار تقولي هاخد حتة من الايه من الازاحة اللي الجسم عملها دي، هاخد element صغير كده وهسميه دي ار. طيب الدي ار ده لما حوله لصيغة اتجاهية او صورة اتجاهية، الحتة دي من الايه، الحتة دي من المنحنى، لما اخد هنا دي ار من المنحنى ده ولما احولها المتجه هتبقى دي اكس اي زائد دي واي جي، كاني عملت مثلث كده قائم، الوتر بتاعه هو الدي ار والاكس هيبقى دي اكس والراس ده هيكون الدي واي، وبالتالي دائما وابدا الدي ار هي دي اكس اي بلس الدي واي جي. طيب تعريف الشغل قلنا هو حاصل ضرب القوه في الازاحه، وانا هعمل انتجريشن، يبقى الانتجريشن لاف دوت دي ار دوت برودكت، ضرب قياسي. في الضرب القياسي بضرب الاول في الاول التاني في التاني، فهضرب الاول في الاول يبقى 2 واي في الدي اكس مش كده، والتاني في التاني يبقى الاكس واي في مين، في الدي واي. فين الاي راحت، فين الجي راحت، زي ما اتفقنا السمستر اللي فات الاي دوت الاي بواحد والجي دوت الجي بواحد. جميل جدا، طب انت هتحسب الشغل من فين لفين، من النقطه 0 و0 ل 4 و2، يبقى حدود التكامل 0 و0 ل 4 و2. طيب عايز افصل الايه الانتجريشن ده، تقول لي والله هنا بكمل بالنسبه لمين، لاكس، يبقى هاخد حدود الاكس من 0 ل 4 يبقى دي حدود الاكس. ها هنا بكمل بالنسبه لواي، يبقى حدود الواي هتبقى من 0 لكام، ل 2. جميل الكلام، ظهر لي مشكله، ايه المشكله؟ سعادتك بتكامل بالنسبه للاكس وجوه هنا متغير اسمه واي، وهنا بكامل بالنسبه للواي وعندي متغير هنا اللي هو مين، اللي هو الاكس. تقول لي بسيطه جدا، هروح للمعادلة اللي انت مدهاني، معادلة المنحنى ده التغير اللي انا بشتغل عليه او اشتغل بيه ده بتقول ان الاكس بتساوي الواي سكوير، وبالتالي ببساطة شديدة ممكن اشيل الواي دي وعوض عنها بدلالة الاكس، فتبقى الواي دي من المعادلة اللي انت مدهاني هتبقى الواي دي هتبقى جذر اكس، يبقى هشيل الواي وحط مطرحها جذر اكس. طيب هنا نفس المشكلة، دي واي، يبقى لازم اتخلص من الاكس بكامل اكس، دي ارجع كده اهي على الكيرف بكامل اكس بالواي سكوير، يبقى شيل الاكس دي وحط مطرحها واي تربيع، فتبقى هنا واي كيوب وهنا تبقى 2 جذر الايه، جذر اكس، واعمل انتجريشن عادي جدا، ده اكس نص نص، هزود الباور يبقى 3 على 2 واقسم على الباور الجديد يعني 2 على 3، 2 على 3 وفي 2 هنا اهي يبقى 4 على 3، وعوض بحدين التكامل، هنا نفس الكلام هزود الباور واقسم على الجديد وعوض بحدين التكامل، يديني الايه الشغل المبذول. طبعا الشغل هو حاصل ضرب الفورس في الايه في الديستانس، يعني لو انا شغال بالاس اي سيستم يبقى الفورس بالنيوتن والمسافه هنا بالمتر، والنيوتن متر دي اقدر اسميها ايه سعادتك، الجول. جميل، يبقى وحده الايه، وحده الايه الشغل هنا هيبقى بالجول.
جميل، ده المثال الاولاني لو اديت قوه ما مطلوب من سعادتك الشغل وجبته بالانتجريشن او بالتكامل. تعال نشوف المثال رقم 2. المثال رقم 2 ده خدنا زيه في الجزء اللي فات من الشابتر، وكان في الاساينمنت حاجه شبه ده. طيب تعال نشوف المثال بيقول ايه. بيقول تو بلوكس، عندي بلوكين الاثنين دول اتوصلوا بخيط او بكيبل غير قابل للايه للتمدد، ما بيحصلوش ايه اكستنشن، ما بيحصلوش انه يتشد. جميل، يعني ما فيهوش الاستيك فورس، ما هوش استيك، ما هوش استيك. بيقول لي سعادتك اذا كان السيستم ده از ريليزد فروم ريست، فروم ريست يعني دي الانيشال فيلوسيتي بتاعه السيستم كله. جميل، من فضلك ديترمين زي فيلوسيتي اوف ذا بلوك، او اديني سرعه البلوك اي افتر ات هاز موف 2 متر، يعني احسب لي سرعه البلوك ده بعد ما يتحرك 2 متر. الطبيعي الايه لما يتحرك 2 متر هيتحركهم فين؟ ترايت. يبقى جميل، اداني الانيشال فيلوسيتي اللي هي الفي نود، واداني المسافه للجسم اتحركها 2 متر. اذا كان الكوفيشنت اوف ايه كاينيتك فريكشن بين بلوك A and the plane is كام؟ 0.25. إذا كان معامل الاحتكاك ما بين البلوك ده والسطح 25%، وقال لك إن البكرة دي إيه؟ فريكشنلس، ما فيهاش عن إيه؟ ما عنديش عندها احتكاك. تقول لي والله أنا عندي المسألة فيها كام جسم؟ فيها جسمين. فهبدأ أخد كل جسم وأتعامل معاه لوحده. طيب هتعامل معاه لوحده وأطبق عليه قانون نيوتن التاني بشكل مباشر؟ فأروح أجيب العجلة؟ ولا ممكن اطبق عليه مبدا الشغل والطاقه؟ تقول لي والله ده ينفع وده ينفع، يبقى المثال ده ممكن احله بقانون نيوتن الثاني بشكل مباشر واقدر احله بمبدا الايه الشغل والطاقه. طيب هنا لو حبينا نمسك كل ايه كل بلوك ونشتغل عليه، لو خدت البلوك الاولاني بلوك ايه ده، ايه الفورس اللي هتاثر على البلوك ده اثناء الحركه؟ تقول لي وزنه، يبقى ال 200 كيلو جرام دي هتضرب في الجرافيتي يديني الويت اوف ايه. طيب ايه تاني غير الوزن؟ ان لكل فعل رد فعل، يبقى فيه نورمال فورس او نورمال رياكشن اللي هو الان ايه، اهو ادي الان ايه. طيب الجسم ده ايه اللي هيحركه؟ تقول لي الايه الانترنال فورس اللي في الكيبل، التنشن اللي هنا اللي انا هسميه هنا الاف سي. طيب لان البكره دي سموز او فليكشنلس، ما فيهاش احتكاك، ما هيش خشنه، يبقى الشد في الطرفين هيكون ماله زي ما قلنا قبل كده متساوي. يبقى لو هنا اف اس او اف سي هيبقى برضو هنا مين؟ الاف سي. طيب غير الوزن ورد الفعل والابلايد فورس دي ايه بيأثر تاني؟ تقول لي الفريكشن فورس، في احتكاك. طيب الفريكشن فورس فين اتجاهها؟ عكس اتجاه الحركة. جميل، طيب لو خدنا كده الجسم ده الفري بادي دايجرام اهو وطبقنا عليه مبدأ الشغل والطاقة، تقول لي والله الشغل اللي اتبذل من الوضع الاولاني للوضع التاني هو الفرق في الكاينتك انرجي اللي هو تي 2 ناقص تي 1. طيب ايه الشغل اللي بوزل نتيجة الحركة دي؟ تقول لي الشغل جاي نتيجة قوتين. تقول لي قوتين ازاي؟ ده انا عندي اربع قوة بيأثر على الجسم. اقول لي سعادتك اي قوة عمودية على الازاحة لا تبذل شغل، لان سعادتك بتقول ضرب قياسي، فلو الزاوية بين الازاحة والقوة 90 درجة يبقى الدوت برودكت كان بيطلع بزيرو، فأي قوة عمودية على الإزاحة ما تعملش شغل، وبالتالي مين اللي يسبب شغل هنا؟ هي كل القوة البارال الموازية للإزاحة اللي هي مين هنا حضرتك؟ اللي هي الشد الـ FC واللي هي مين؟ الفريكشن فورس. طيب مين من دول شغله موجب ومين شغله سالب؟ تقول لي القوة اللي في اتجاه الإزاحة تبقى شغل إيه؟ شغلها موجب، القوة اللي عكس اتجاه الإزاحة شغلها سالب، وبالتالي هيبقى الـ FC هو الـ Applied Force شغله موجب، والاف ايه اللي هي الفريكشن فورس شغلها بالسالب لانها عكس اتجاه الحركه لانها قوه مقاومه. طيب هضرب القوه في الازاحه، هل هضرب على طول ولا هكامل؟ ده السؤال بقى المهم. تقول لي والله لا التنشن ده ثابت ما بتغيرش. ليه التنشن ثابت؟ لان مين اللي بيشد السيستم ده كله؟ الوزن، والوزن هنا قيمه ايه؟ قيمه ثابته، وبالتالي هضرب على طول القوه في الازاحه. طب هو الجسم عمل ازاحه قد ايه لسعادتك؟ 2 متر، يبقى هضرب الاف سي في ال 2 متر ناقص ها الفريكشن فورس بتساوي الميو في الان، ادي الميو في الان دي القوه في الازاحه كانت 2 متر. جميل جدا، بيساوي هاف ام اللي هي الكاينتيك انرجي تي 2 ناقص تي 1، عند الوضع الثاني يبقى نص ام اي في اي سكوير ناقص 0. ليه بزيرو؟
لان عند الوضع الاولاني لما البلوك كان لسه في الاول خالص كان ايه ات ريست ات ريست، وبالتالي الانيشال كانت بكام؟ كانت بزيرو. جميل، هعوض في القانون ده. طبعا الاف سي مش معايا لكن الميو موجوده، الان الان ايه ما ايه موجوده اللي هي الوزن على طول بيساوي وزن البلوك. هقدر هنا اطلع علاقه فيها الاف سي وفيها الفي اي. طيب بنفس الاسلوب هاخد البلوك بي، ايه الفورس اللي بتاثر بقى على البلوك بي؟ تقول لي وزنه يبقى 309.8 وهيرد هنا مين؟ نفس الشد، نفس الشد. جميل، طيب مين من دول يعمل شغل؟ كل القوى الموازيه للازاحه، الوزن والشد. طب مين هنا مع الازاحه ومين عكس الازاحه؟ اللي مع الازاحه الوزن، يبقى الشغل بتاعه بالموجب، يبقى الوزن في الازاحه 2 متر، لان ده لما يتحرك كده 2 متر ده يحصل له ايه؟ ينزل 2 متر. خلي بالك لو هنا في طرف تاني للحبل واتكلمنا عليها المره اللي فاتت، لو ده اتحرك 2 متر ده ينزل كام؟ 1 متر. خلي بالك من النقطه دي مهمه جدا. جميل، يبقى الوزن هيتضرب في المسافه او الديسبيسمنت اللي اتعملت ناقص ايه التنشن فورس او الاف سي في 2 بيساوي هاف ام في الفي سكوير. طبعا دي السرعه النهائيه، الانيشال كانت بكام قلنا؟ بزيرو، لان السيستم كله بدا فروم ريست. جميل، المعادله رقم 2 هتطلع لي ريليشن ثانيه ما بين ها الاف سي وما بين الفي بي، ما بين سرعه الايه البي. طبعا هنا لان طرف الحبل واحد مش زي المساله اللي حليناها، خلي بالك، فتقول لي والله لو ده عمل ازاحه 1 سنتي ده هينزل قد ايه؟ 1 سنتي، يبقى الاكس اي بتساوي الاكس بي، فلما فاضل يبقى الفي اي بتساوي ها الفي بي، وبالتالي اقدر اتعامل مع الفيلوسيتي على انها قيمه ايه؟ واحده، سرعتين زي بعض، وبالتالي هتلاقيني هنا بعد ما ايه؟ ما سويت المعادلتين ببعض او حليت المعادلتين، خلي بالك انا ممكن اجمعهم على بعض لان هنا الاف سي في 2 بالسالب وهنا الاف سي في 2 ايه؟ بالموجب، فلو جمعتهم ده الترم ده هيروح مع الترم ده، لما اجمع يطلع بالمنظر ده. من المعادله دي اقدر اطلع قيمه الايه؟ الفيلوسيتي، والفيلوسيتي هنا في اي هي نفسها مين؟ الفي بي. اخلي بالي ان لو في طرف تاني هنا للحبل بقى محتاج اجيب علاقه بتقول ان الاكس اي ها هي 2 من الاكس بي، وبالتالي اقدر اجيب منها علاقه بين السرعات وعلاقه بين الاكسلريشن اللي انا محتاج. ده المثال رقم 2. مثال رقم 3 بيقول لي 1000 كيلوغرام كار، عندي سياره كتلتها 1000 كيلوغرام يعني 1 طن، starts from rest بدأت حركتها من السكون at point A أو at point 1. عربية كتلتها كذا بتتحرك من السكون من الوضع رقم 1 من الوضع ده اللي بيبعد عن سطح الأرض تحت 12 متر. جميل، وبتتحرك without friction خلي بالك down لأسفل زي ما هو موضح عليه على الرسم، بتحرك على الكيرف ده عند لحد ما يوصل عند النقطة 2 ويرجع يعلى مرة تانية لحد ما يوصل للماكسيموم هايت عند الايه؟ عند النقطة 3. من فضلك ديترمين، من فضلك احسب لي the force exerted by the track، احسب لي القوة المؤثرة او اللي هتأثر على ايه؟ اللي هتأثر على العربية دي، على العربية دي نتيجة ضغط ايه؟ ضغط العربية على الأرض. العربية دي وهي نازلة لما توصل عند النقطة 2 دي مش بتضغط كده بوزنها على الأرض، فالأرض هترد بإيه؟ برد فعل. محتاج من سعادتك هذا ايه؟ هذا الرد الفعل. طيب المطلوب رقم 2 اديني المينيمم سيف فاليو اوف ذا ريديوس اوف كيرفيتشر ات بوينت 3، اديني اقل ريديوس اوف كيرفيتشر عند نقطه 3 بحيث ان العربيه دي وهي مندفعه، خلي بالك من الحته دي، العربيه دي وهي مندفعه كده من اعلى ممكن توصل هنا عند نقطه 3 وايه اللي يحصل لها؟ تطلع تطير في الهواء كده. وبالتالي لو الريديوس اوف كيرفيتشر ده ما وصلش القيمة محددة، لو القيمة دي بعدت عنها ايه اللي يحصل للعربية دي؟ تطير في الهواء. فاديني المينيمم اقل ريديوس، ما ينفعش اقل عنه، لو قلت عن الريديوس ده اصبح الكيرفيتشر دي عالية جدا، فبص الاقي العربية دي طارت في الهواء. جميل، هبدأ احل ازاي؟ تقول لي اولا العربية دي لما اتحركت من نقطة 1 لنقطة 2 ها يبقى انا هدرس عند النقطة 2 اولا، عند النقطة 2 ايه القوة المؤثرة على الجسم؟ تعال نشوف كده. لو اعتبرت ان العربيه هي البلوك ده، ايه اللي بيأثر على العربيه؟ وزن العربيه ورد فعل من الارض. هل في قوه بتجر العربيه؟ هل في قوه شد؟ لا، ده جايب اندفاع.
بطاقه وضع هي اللي حركتها، مفيش ابلايد فورس بتاثر. طيب في احتكاك؟ لا مفيش احتكاك، يبقى دي الابلايد فورس اللي بتاثر على الجسم. طيب لو انا اعتبرت الجسم هنا عند نقطه 2، مش هقدر اعتبر ان ده اتجاه المماس بتاع المنحنى وده اتجاه النورمال عليه؟ جميل، يبقى ده اتجاه النورمال. طيب يبقى معنى كده ان ايه، في هذا الاتجاه هو حاصل ضرب الكتله في العجله العموديه. ليه خدت السهم الاعلى؟ لان دائما اتجاه النورمال رايح للسنتر بتاع الكيرف، رايح للسنتر. طيب هروح اطبق القانون نيوتن الثاني، مجموع القوى المؤثرة على الجسم هي حاصل ضرب الكتلة في العجلة. ايه القوى المؤثرة على الجسم في اتجاه النورمال؟ تقول لي الان والوزن. طب مين موجب مين سالب؟ اللي رايح للسنتر موجب، اللي خارج من السنتر سالب. يبقى الان ناقص الوزن بيساوي الماس في الاكسلريشن النورمال. النورمال اكسلريشن هي في سكويرد على الرو. طب انهي في؟ تقول لي عند النقطة اللي بحسب عندها. انا بحسب عند النقطة مين؟ 2، يبقى الفي 2. جميل الكلام، هسمي المعادلة دي رقم 1. خلي بالك سعادتك، أنا بدور على النورمال فورس، أنا هدفي إيجاد النورمال فورس دي بتساوي كام. الوزن معايا الوزن 1000 × 9.8، الماس معايا بألف كيلو جرام. الراديوس اوف كيرفيتشر لو رحت عند النقطة 2 أهو، الراديوس بكام؟ ب6 زي ما هو قال لي، أهو قال لي في المسألة. يبقى معايا الرو ومعايا الام، معايا الويت، مش كده؟ ناقص لي الفي والان. يبقى ايجاد الان واقف على ايجاد مين؟ الفيلوسيتي. فروح اطبق مبدا بقى الشغل والطاقه. تقول لي والله الشغل اللي اتبذل من النقطه 1 للنقطه 2 هو ايه؟ فرق الكاينتيك انرجي. طيب الجسم هو نازل من النقطه الاولى للنقطه الثانيه، كام قوه بتاثر عليه؟ تقول لي انا ما عنديش غير، بص كده ايه القوه اللي ممكن تاثر على الجسم؟ هما 3 قوى، يا اما ابلايد فورس قوه بتزقه، يا اما وزنه، يا اما الفريكشن فورس. طيب مين من الكلام ده موجود؟ ها، في ابلايد فورس بتزقه؟ مفيش. في احتكاك بيأثر؟ مفيش. يبقى مين القوى المؤثره؟ الوزن فقط. يبقى اذا الشغل جاي نتيجه الوزن. طيب الجسم وهو نازل، وهو نازل نزل مسافه قد ايه؟ راسيه نزل 12 متر. يبقى اذا حاصل ضرب القوه في الازاحه الموازيه يديني الشغل. القوة المؤثرة هنا هي الوزن، والمسافة الموازية لها ال 12. تقول لي يبقى هضرب وزن الجسم في ال 12. طب نيجي بقى للإشارة، سيبك من الإشارات اللي مكتوبة دي في الكتاب، نيجي للإشارة. الجسم هنا طالع ولا نازل؟ تقول لي الجسم نازل، يبقى الشغل بالموجب. يبقى سالب سالب دي في الآخر، حتى لو ما كتبتهاش أبقى فاهم إن الشغل هنا موجب. ليه؟ لأن الجسم بيتحرك لأسفل، الإزاحة في نفس اتجاه القوة. طيب بيساوي مين في الطرف الثاني؟ بيساوي الفرق في الكاينتيك انرجي. طيب فرق الكاينتيك انرجي اللي هو نص ام في سكوير، نص ام في سكوير. طيب عند النقطه 2 الفي بتساوي كام؟ ما اعرفهاش، انا بدور عليها. طيب وعند النقطه 1، النقطه 1 اللي فوق دي السرعه كانت بتساوي كام؟ قال لك فورم ريست كانت بزيرو، كانت بزيرو. يبقى من المعادله دي بص لها كده، مين مجهول؟ طبعا الوزن معايا، اقدر اطلع الفي 2. طلعت الفي 2، هرجع بليه في المعادله رقم 1 اطلع الايه؟ النورمال رياكشن. جبت رد الفعل العمودي بتاع سي السطح او بتاع المنحنى على السياره دي او على العربيه دي. ده المطلوب الاولاني. يبقى انا هنا عملت في الحل ميكس ما بين قانون نيوتن وما بين الورك والانرجي، مبدا الشغل والطاقه. طيب المطلوب رقم 2، عايز احسب المينيمم سيف فاليو اوف ذا ريديوس اوف كيرفيتشر، اقل قيمه للرو، ده المينيمم، ما ينفعش اقل عنه. طيب اعمل ايه؟ نفس المبدا، هروح عند النقطه 3 واشوف ايه الفورس اللي بتاثر عند الجسم. اهو عند النقطه 3 هنا كده، ايه القوه اللي بتاثر على الجسم؟ ها، ايه القوه المؤثره على الجسم؟ تقول لي والله القوه المؤثره على الجسم ما وزنه ورد الفعل وحاصل ضرب الكتله في العجله، مش كده؟ طيب الوزن ورد الفعل هنا فين اتجاه النورمال؟ تقول لي الكيرف ده فين الايه السنتر بتاعه؟ هنا كده لتحت، يبقى دائما وابدا النورمال رايح للمركز، يبقى ده اتجاه النورمال. يبقى خلي بالك في المعادلتين، بص السهم هنا الاسفل الموجب، بص هنا السهم هنا الاعلى. خلي بالك ليه؟ لان في المنحنى الاولاني النورمال رايح للسنتر يبقى لفوق،
في المنحنى التاني النورمال رايح للسنتر يعني لتحت. فخلي بالك سي سعادتك من النقطة دي مهمة جدا. وبالتالي لما اجمع القوى المؤثرة على الجسم يبقى الوزن ناقص مين؟ ال N، مش كده؟ بيساوي الماس في الايه؟ في الاكسلريشن اللي هي في سكوارد على الرو. انهي في بقى المرة دي؟ تقول لي عند النقطة رقم 3. جميل. طيب هسيب المعادلة دي واسميها 2 واروح هطبق برضو نفس اللي عملناه فوق مبدأ الشغل والطاقة. تقول لي من 2 ل 3 اقدر اطبق او من 1 لايه؟ ل 3 اللي انت عايزه. فانا اللي هطبق مبدأ الشغل والطاقة من 2 ل 3 بين النقطتين دول. الجسم هو طالع في كام قوة مؤثرة على الجسم ده؟ وزنه فقط، ما عنديش غير الوزن. شغل نتيجة الوزن والاحتكاك والإلاستيك فورس بتاعت السبرينج. فتقول لي الوزن يبقى الايه؟ ال W في دلتا واي من 2 ل 3 الجسم اتحرك مسافة رأسية قد ايه؟ ها اتحرك 4.5. طب اتحرك لأعلى ولا الأسفل؟ الجسم هنا طالع، طالع يعني الشغل بالايه؟ بالسالب. فيبقى سالب ال W في 4.5. او زي ما هنا عملنا اهو، هروح ايه؟ هنسب من الايه؟ الشغل من النقطة 1 للنقطة 3. يبقى هحسب الشغل المبذول من 1 لتلاتة. وده اضمن. ليه ده اضمن؟ لان انا في الطرف التاني بقول الفرق في الكينيتك انرجي. فلما اطبق ما بين 1 و3 انا عارف ومتاكد ان سرعه الواحد بزيرو فروم ريست. لكن لو انا جبت سرعه 2 دي غلط وجيت عوضت بيها تحت، فالناتج اللي تحت برضه هيطلع ايه؟ هيطلع غلط. فالاضمن ليك انت بس الاثنين صح، ان انا هدرس ما بين النقطه 1 والنقطه 2. طيب يبقى الشغل المبذول من نقطه 1 ل 3 سوري. طيب من 1 ل 3 الجسم اتحرك تحت تأثير الوزن. طيب من 1 ل 3 الجسم نزل مسافة قد ايه؟ يبقى لو شديت خط كده من 1 ل 3 المسافة دي كام اللي اتحركها؟ تقول لي هي ال 12 ها ناقص ال 4.5 اللي هي تبقى كام؟ 7.5. طيب سيبك من الإشارات المكتوبة، الجسم هو نازل من 1 ل 3 نازل، يبقى الشغل موجب ولا سالب؟ يبقى الشغل موجب بقى. جميل. بيساوي نص ام في الفي 3 اللي انا معرفهاش ناقص نص ام في الفي 1 اللي هي كم الدهاني؟ زيرو من الارش. المعادلة دي هطلع منها الفي 3، بالرجوع هنا هعوض عن الفي 3 هقدر اطلع مين سعادتك؟ هقدر اطلع الرو. تقول هطلع الرو ازاي وفي نورمال هنا لسه ما جبناهوش؟ خلي بال سعادتك، انت هنا بتجيب المينيمم فاليو اوف رو، اقل قيمة للرو، وبالتالي انت بتجيب القيمة اللي عندها الجسم ده على وشك انه يترك الايه؟ السطح. طيب لحظة ما العربية دي تكون على وشك ان هي هتخرج بره المنحنى، بره المسار، هتطير في الهواء كده لبره، في اللحظة دي هيبقى في كونتاكت، هيبقى في اتصال بينها وبين السطح؟ هل هتبقى رست على المنحنى؟ هل هي واقفة على الارض؟ تقول لي في اللحظة دي خلاص دي بدأت تطير في الهواء. يبقى في اللحظة دي اصبح الكونتاكت بينها وبين الارض بكام؟ مش موجود، وبالتالي النورمال فورس هيكون بكام؟ بزيرو. يبقى لما اجي هعوض عن النورمال فورس ده بعد كده، خلي بال حضرتك، هعوض عنها بصفر، هعوض عنها بصفر، هقدر اطلع من هنا الايه؟ الريديوس ايه اوف كيرفيتشر الرو 3. جميل جدا. هنا برضو المساله عملنا هنا ميكس ما بين الجزء اللي فات المحاضره اللي فاتت والمحاضره الجديده، قانون نيوتن بشكله المعتاد والعلاقه اللي بتربط الشغل بالطاقه. طيب نشوف المثال رقم 4 برضو من الأمثلة المهمة. بيقول لي spring is used to say to stop. عندي spring زي المصدات كده بتاعت القطر في نهاية المحطات، دايما يوم حاطط مصدة كده spring ولا حاجة عشان تصد الحركة بتاعت القطر ده في النهاية لو ايه؟ لو فلت او ايه؟ او اتحرك بعيد عن مسار او بعد مساره المحدد ليه. بيقول لي سعادتك ان السبرينج ده از يوز تو ستوب، يعني استخدمته عشان اوقف 60 كيلوغرام باكج. البلوك ده ها كتلته 60 كيلوغرام، بيتحرك على سلايدنج يعني بينزلق على هوريزونتال سيرفيس على مستوى افقي. اذا كان السبرينج ده هاز كونستانت كي 20 كيلو نيوتن بير متر، خلي بال سعادتك السبرينج كونستانت اللي هو الكي و20 كيلو نيوتن، يبقى الكيلو نيوتن دي هخليها 20 في 10 اس 3 نيوتن. جميل. قال لي سعادتك ان الكيبل ده اللي انا بستخدمه عشان اوقف بيه الباكج دي او البلوك ده مربوط بكيبل، مربوط بكيبل بحيث
ان الكيبلز دي نخليها مضغوط initially compressed، يعني في وضعه اللي الابتدائي كان مضغوط 120 مليمتر. يبقى السوستة دي لسه ما جتش جنبها ولا عملت جايه عملت فيها اي حاجة، لا ضغطتها ولا فيها اي حاجة. في اللحظة دي في الوضع ده السوستة دي فيها انضغط قد ايه؟ 120 مليمتر. جميل جدا. قال لي ساعتك اذا كانت سرعة الايه الباكج او سرعة البلوك ده هي 2.5 متر على الثانية في البوزيشن اللي قدام حضرتك ده، يعني لما كانت على بعد 600 مليمتر من السوستة او من المصدة دي، من فضلك احسب لي اهو، من فضلك احسب لي حاجتين. طيب قبل ما نشوف الحاجتين دول، قال لي قال لي ساعتك ان هذا velocity of 2.5 متر per second in the position shown and that the maximum additional deformation. قال لي حضرتك ايه بقى؟ ان الباكج دي هتفضل مكملة لحد ما تصطدم في السوستة. طب هل مجرد ما تخبط في السوستة هتقف؟ تقولي لا، ده الاندفاع ده هيخليها تزود انضغاط السوستة. فقال لي ساعتك ان الماكسيمم اديشنال ديفورميشن يعني قيمة اللي الزيادة اللي هتحصل في الانضغاط بتاع السوستة هيبقى كام؟ 40 مليمتر. يبقى لو السوستة مضغوطة 120 وانا رحت مزود الانضغاط ده 40، يبقى الانضغاط في الوضع التاني بقى كام؟ بقى 160. يبقى الانيشال ديفي كومبريشن او الانيشال ديفورميشن 120 مليمتر، اللي الديفورميشن ده زاد بقى 160 مليمتر نتيجة ان البلوك خبط في السوستة. من فضلك احسب لي الكوفيشنت اي كوفيشنت اوف كاينيتك فريكشن، اديني معامل الاحتكاك ما بين البلوك وما بين السيرفيس باكج والسيرفيس. كمان احسب لي الفيلوسيتي اوف ذا باكج، اديني سرعه الباكج از اي ات باث اجين. لاحظ بقى ما يرجع مره تانية لوضعه الاصلي، لان الباكج ده او السوست او الجسم ده لما يخبط في السوسته ويفضل يضغط يضغط في السوسته، السوسته دي هتكتسب طاقه وضع فعايزه ترجع لوضعها الاصلي، فتفضل تضغط فيه لحد ما يحصل ايه؟ سكون لحظي. مجرد ما يحصل سكون لحظي هبص الاقي ان السوسته دي قامت ناطره البلوك ده مره تانية لقدام. طيب قال لحضرتك بقى لما البلوك ده يرجع مره تانية، يعني كان ماشي كده في البدايه، يرجع مره تانية يرد في عكس الاتجاه ويوصل للانيشال بوزيشن بتاعه، سرعته في اللحظه دي هتكون بكام؟ طيب دول المطالب اللي انا بدور عليها. تعال نشوف كده، نمشي واحده واحده. مطلوب الاولاني، لو الجسم بيتحرك من الوضع الاولاني للوضع الثاني بوزيشن 1 تو بوزيشن 2، يبقى تقول لي الشغل المبذول من 1 ل 2 هو الفرق في الكاينتك انرجي تي 2 ناقص تي 1. تعال نشوف ايه القوه المؤثره على الجسم ده اثناء حركته. تقول لي الوزن، رد الفعل، الاحتكاك. في حاجه لحد كده؟ تقولي لا مفيش اي حاجه بيه بتاثر لحد كده. طيب هل الوزن او رد الفعل ليهم تاثير على الشغل؟ هل دول ليهم شغل؟ تقولي لا، وبالتالي يبقى الوزن والنورمال دول ما لهمش شغل. امال الشغل هيجي منين؟ من الاحتكاك. طيب الشغل بتاع الاحتكاك هو حاصل ضرب القوه في الازاحه. طيب القوه هي الميو في الان، الان هنا ثابته ولا متغيره؟ تقول لي الان هتساوي الوزن والوزن ثابت، يبقى النورمال ايه؟ النورمال فورس ثابته، يبقى الفريكشن فورس كمان ايه؟ ثابت. يبقى تقول لي هضرب الميو ان اللي هي الفريكشن فورس في قيمه الازاحه للجسم عملها. طب مين يقول لي بقى البلوك ده لما اتحرك من هنا من الوضع الاولاني لحد الوضع الثاني، طب هو الوضع الثاني ده اللي هو فين؟ اللي هو بعد ما السوسته انضغطت 40 ملم، وبالتالي الجسم اتحرك من هنا لهنا 600 وكمان ضغط السوستة قد ايه؟ 40 مليمتر، وبالتالي يبقى التوتال ديفورمي او التوتال ديستانس اللي اتحركتها الباكج دي هتبقى، الباكج دي هتبقى كام؟ هتبقى 0.64 اللي هي 64% اللي هم 600 دول زائد ال 40 اللي انضغط اللي حصلوا جوه السوستة كمان مرة، يبقى دي التوتال ديفورميشن. جميل. خلي بال سعادتك هنا بالمليمتر وانا وحدتي كلها بالايه؟ بالمتر، فقسمت على الايه؟ على الالف. طيب ده ليه بالنسبه لشغل الايه؟ الاحتكاك. طب السؤال، شغل الاحتكاك هنا موجب ولا سالب؟ هو الاحتكاك مسبب للحركه ولا مقاوم للحركه؟ تقول هنا الاحتكاك بيقاوم، يبقى الشغل بالسالب. دي قاعده، اي قوه مقاومه شغلها سالب. طيب
هل بس دي كل القوى المؤثرة؟ لا، في حاجة مهمة جدا جدا، ان مجرد ما البلوك وصل هنا عند النقطة دي بدأ يظهر ايه بقى حضرتك؟ بدأ يظهر مقاومة من السوستة، مش كده؟ يبقى مقاومة السوستة كمان هتعمل شغل. طب الشغل بيساوي ايه بقى زي ما استنتجنا؟ هيبقى نص كي اكس 2 تربيع ناقص اكس 1 تربيع. هنا السوستة بتقاوم يبقى شغلها بالسالب. هنا الكتاب عمل ايه؟ عكس دول، عكس دول، خلى اكس 1 الاول واكس 2 وخرج الايه الاشاره السالبه بره مع السالب، بقت ايه؟ بقت موجب. جميل. لكن لو هتمشي بالمنطق بتاعي تقول لي والله الجسم ده وهو بيضغط في السوسته، السوسته هنا بتقاوم الحركه ولا بتسبب الحركه؟ تقول لي هنا مقاوم للحركه، يبقى شغلها بالسالب، يبقى اكس 2 ناقص الاكس 1. جميل. او تسيبها بالصوره دي وتخلي بالك من الاشاره. انا افضل انك تمشي بالمنطق ده، لو هي مسبب يبقى شغلها موجب، يبقى اكس 2 ناقص اكس 1 على طول، دي ثابته. لو هي مقاوم يبقى بالسالب، مسبب يبقى بالموجب. جميل. بيساوي نص ام في سكوير، نص ام في سكوير، الفي في الوضع الثاني، الفي في الوضع الاولاني. تعال نعوض المعامل. الاحتكاك انت بتدور عليه، النورمال فورس بتساوي الوزن، والوزن هنا هيبقى ال 60 في 9.8 في، يبقى الميو في الان، مش كده؟ ها الميو في الان في نص كي او زائد، المفروض هنا يبقى في زائد، معلش في هنا، في هنا بلس هنا مش موجوده، ممكن نضيفها في الايكويشن دي، زائد نص الكي اللي هي 20 في 10 اس 3. ليه؟ عشان نحول من الكيلو نيوتن للنيوتن في اكس 1 تربيع. هي الانضغاط الاولاني كان كام؟ كان 120 ملم، مش كده؟ ناقص ها نص كي 20 كيلو نيوتن على المتر، ضربنا في الالف، في اكس 2 سكوير. اكس 2 هي قيمه الانضغاط الكلي في الوضع الثاني. قيمه الانضغاط الكلي في الوضع الثاني كان كام؟ ال 120 دي متضاف عليها مين؟ ال 40 دي، اللي هم كلهم كام؟ 160 ملم قسمت على 1000. يبقى من هنا اقدر اطلع اهو، طبعا بيساوي في الطرف الثاني نص ام في 2 ناقص نص ام في الفي 1 سكوير. طبعا انا الجسم ده هيفضل يضغط في السوسته دي لحد ما يحصل ايه؟ هيفضل يضغط الى ما لا نهايه، ولا تقول لي لحد ما يحصل سكون لحظي وبعدها البلوك يرد في عكس الاتجاه؟ يبقى تقول لي لحد ما يحصل سكون لحظي. يبقى عند الوضع الثاني هنا، عند الوضع الثاني هنا السرعه كانت بكام؟ كانت بزيرو. طب عند الوضع الاولاني السرعه كانت بكام؟ بص كده، كانت باتنين ونص. جميل. طبعا هعوض في المعادله دي، المعادله دي ما فيهاش غير مين؟ مجهول الميو. هقدر اطلع معامل الاحتكاك من الايه المطلوب الاولاني. طيب المطلوب الثاني لما ترد بقى، لما ترد في العكس اهو، تعال بقى نشوف في الوضع الثاني ده فضل ينضغط ينضغط لحد ما وصل ل 640 ملم. السوسته دي نتيجه الانضغاط اللي حصل فيها اكتسبت طاقه وضع، فهتبدأ تزق البلوك ده مرة تانية لقدام. طب هتزقه من وضع السكون، يبقى هنا الفي اللي بدأ بيها كانت كام؟ كانت زيرو. هتفضل تزق الجسم ده لقدام لحد ما يرجع للإنيشال بوزيشن بتاعه، للوضع الأولاني اللي هو كان على بعد كام بقى؟ 460 ملم. طيب السؤال بقى المهم جدا هنا، جدا جدا جدا، ده بقى لازم تركز فيه لو سمحت، ماليش دعوة بالإشارات بتاعت الكتاب، ركز معايا عشان تفهم الموضوع. هنا السوستة هي المسبب ولا المقاوم للحركة؟ تقول لي السوستة هنا هي مسبب الحركة، هي اللي حركت الجسم، وبالتالي في الحالة دي، في الحالة دي السوستة هنا شغلها موجب ولا سالب؟ تقول لي في الحالة دي السوستة شغلها بإشارة موجب، لأنها مسبب للحركة، لكن لو بتقاوم يبقى شغلها بالسالب. قاعدة. طيب حط اكس 2 ولا اكس 1 الأول؟ القانون هو اللي أنا كتبته، القانون اللي أنا استنتجته، نص ك اكس 2 تربيع ناقص اكس 1 تربيع، الوضع الثاني ناقص الوضع الاولاني. تكتب القانون وتبدا تفكر في الاشاره، لو مسبب يبقى موجب، مقاوم يبقى سالب. جميل. تعال نشوف بقى الشغل اللي اتبذل من نقطه 2 للنقطه 3، هيبقى تي 3 ناقص تي 2، الكاينتيك انرجي هنا ناقص هنا. طيب الجسم هو راجع، ايه القوى المؤثره؟ نرجع تاني اهو، وزن، رد فعل، احتكاك. طب الجسم بيتحرك ازاي؟ هيتحرك كده تو ليفت، المقاومه هنا احتكاك، يبقى بالايه؟
بالسالب، بيبقى سالب سالب مش عارف ايه العكعكة دي. كتاب زي الفل. هتبقى هنا في إشارة سالبة، سالب ميو ان في الايه، في الإزاحة اللي هي الفورس اللي بتأثر، الميو في الان في الإزاحة. الجسم اتحرك من هنا لهنا، إزاحة قد ايه؟ 640 ملم، مش كده؟ المعامل ده جبناه ساعتك قبل كده، يبقى حط هنا إشارة، هي موجودة في السطر اللي تحت مش موجودة في السطر اللي فوق، لأنها بتسيء بالسالب. الميو جبناه قبل كده، الان معايا في الايه، في ال 64 ملم. بعد كده نص كي اكس 3 سكوير ناقص نص كي اكس 2 تربيع، زي ما اتفقنا، زي ما اتفقنا. طيب في الوضع الاولاني، ها في الوضع الاولاني الانضغاط كان كام هنا؟ كان ها 16. طب وفي الوضع الثاني 16 من 100، وهنا كان كام؟ اللي هي 160 ملم، وهنا كان 100، اللي هي نفس الارقام بتاعت المساله اللي فاتت. الفرق الوحيد، الفرق الوحيد بين الكيس الاولى والكيس الثانيه، ان هنا شغل السوسته موجب، في الحاله اللي فاتت كان شغل السوسته سالب، بس كده، مفيش اي تغيير في الايه، في الحالات. هنا الجسم سرعته كانت بصفر، هنا الجسم سرعته ما اعرفهاش، بدور عليها. من نفس الايه العلاقه دي اقدر اطلع سرعه الجسم عند الوضع رقم 3، يبقى دي الايه، دي سرعته لحظه ما يرد مره ثانيه للانيشال بوزيشن اللي بدا من عنده. جميل جدا، اللي هي الفي 3. شوف المثال، مفيش مثال ثاني، خلاص ده الاساينمنت. تبقى نفس الامثله، نفس المثال اهو اللي احنا حالينه من شويه، بس خلينا البلوك على مستوى ايه، على مستوى مايل. فالفكره كلها ان سيادتك هتاخد الوزن ويتحلل كوزين وايه كده ساين، ويتحلل كده كوزين، رد الفعل عمودي زي ما اتفقنا، قوه الاحتكاك هتبقى ايه، موازي للسطح. هنا الازاحه مايله، يبقى كل القوى المايله في هذا الاتجاه هي المسببه للايه، للشغل. جميل. المثال الاولاني نفس تقريبا المثال اللي احنا حليناه رقم 1، مفيش اي مشكله. المثالين اللي بعد كده بيقول لي الكولر ده، الاسطوانه دي بتتشد هنا، خلي بالك بقى في ابلايد فورس اهي 200 نيوتن، فال 200 دي هتتحلل كوزين 45 ساين 45. جميل. ال 200 دي لما تشد هتشد كده لبره، فيحصل للسوسته دي ايه، استطاله اكس. جميل جميل، من فضلك احسب لي اهو، احسب لي السبيد بتاع الكولر بعد ما الفورس دي اللي هي ال 200 نيوتن دي تحقق ازاحه قيمتها كام؟ 8 من 10. طيب قبل ال 8 من 10 كانت الانيشال ديسبيسمنت كام؟ 0. يعني السوسته دي لما بدات، بدات من هنا كان عند الصفر. جميل. وتحركت لحد ما بقت كام؟ 8 من 10. هنحي نفكر فيها كده مع بعض. في احتكاك، او في احتكاك هنا 2 من 10 زي ما بيدهولي. المثال رقم 4 ده موجود في الاساينمنت بتاع الكتاب. الباكج دي بتتزحلق كده بسرعه 1 متر على الثانيه على المسافه دي معايا كده، بزاويه ميل 30 درجه، وهتفضل ايه، تتحرك على المستوى الافقي من البي للسي 7 متر لحد ما تخش على السير. المفروض لو هي هتخش على السير هنا بسرعه 2 متر على الثانيه، بسرعه 2 متر على الثانيه، احسب لي المسافه دي بكام. يبقى انا معايا السرعه الابتدائيه والسرعه النهائيه، واحسب الشغل بين النقطتين دول من الاي للبي، ومن البي للسي، هحسب الشغل الكلي معايا كده. عندي سرعه الاي وسرعه السي، يبقى اقول ان الشغل الكلي ده بيساوي فرق الكينيتك انرجي ما بين السي والاي. جميل جدا. ده باختصار شديد الجزء الاولاني من الشابتر الثالث اللي هو بيتكلم عن الورك والانرجي. المره الجايه ان شاء الله هنتكلم عن الايه، عن البوتنشال انرجي، طاقه الوضع، وازاي تربطها بالايه، تربطها بالشغل المبذول بالنقطتين. لو عرفنا كمان ندخل الكونسرفيشن اوف انرجي اللي هو قانون بقاء الطاقه، طبعا هنشتغل فيه كمان الكونسرفيتيف فورس، القوى المحافظه، لو عرفنا ندخلها المره الجايه ان شاء الله ندخلها. شكرا لحضراتكم.